بالنسبة للبنانية كل شيء ناس بتشتغل بالعمالة إن كان فعالة وإن كان أشياء تانية يعني مهن من هالنوع أجرى متدني هو سوري. أنتوا أخذين هاي نظرة عن السوريين وشايفين الشعب السوري كله عمال بناء. التجربة اللي أنا اليوم موجود فيها عم تثبت لي أكثر بشكل عملي إنه هي صورة نمطية كليشيه. بس بلشت الثورة السورية اضطرت العالم تطلع للبنان وما كان يعني ما كان خيار لبنان هو الخيار اللي ببالهم بيطلعوا ويشتغلوا هوني. حادثة بالمحل عم اشتغل فيه. تفاجأت صبي اني عم اشتغل اني انا سوري عم اشتغل تصوير وما قالت لي كل السوريين اللي بيجوا لهون اني عمال بناء. كل فئات الشباب السوري هلا موجوده بلبنان بس الهدف ما هو الشغل، الهدف هو 70% من الشباب هو هروب من خدمه العلم يعني من الجيش او لاسباب سياسيه وعم يشتغلوا بكل المجالات. كنت بسوريا آخر شغل اشتغلت بالإيو مترجمة، بعدين هون هلا عم اشتغل personal assistant مساعدة مدير عام بشركة. قريبا الأحداث بسوريا هي اللي دفعت كل العالم بقى من جميع الشرائح تجي مثلي مثل غيري من جميع الشرائح وبكل الظروف تجي. كنت عم دور على بيت لشاب رفيقي فلقيت بيت ستوديو يعني وسعره معقول وهيك، حكيت مع الشاب التقينا قلت له بس البيت مو لإلي، قلت له البيت لحدا رفيقي يعني. قال لي سوري مثلك؟ فقلت له ايه سوري مثلي. قال لي لا اختلف بدي اشوفه. قلت له بتكرم عينك لما يعني اذا تحب تعرفك عليه ما في مشكله لا تعطيني البيت لتشوفه. بعدين فجاه ونحن بقلب الحديث انه بتعرفي شو انه خلص باردو انه انا عن جد ما باجر سوريا يعني عن جد كثير بعتذر منه. ربما هذا قاسي لكن هناك اناس تموت احيانا لنقص الدواء او غالبا لغلائه وعدم توفره. هؤلاء الناس لديهم أهل وغالباً هم كأبنائهم تعساء في الحياة، يقضون سنوات يشاهدون أحبتهم وهم يموتون بضجة وألم. يوم توقيع الكتاب وعم نحضر لمسرحية. وقت ما بلشت الأحداث بسوريا أنت كنت بلشت تجي على لبنان ما هي؟ تماماً بنفس الوقت تقريباً أنا بدرس هون عملياً وشغلي هون صار. شو اللي اختلف بعد الأحداث بسوريا وكيف أثر عليكم؟ أدلي عم خبرك يا اليوم اليومي هو كتير مهم بالنسبة للناس لما بسألك بدل ما حدا يسألك إنه إيه شو الأخبار كيف صحتك بسألك إن عن شو عم تكتب شو المواضيع اللي مهمة شو الأولويات اللي صارت بالنسبة للناس. هلا عم تختلف؟ هلا إيه لأنه يمكن تواجدنا كتر وصار في كتير بقى ناس من مختلف الشرائح اللي متعلم واللي متعلم والموسيقيين صار في موسيقيين صار في فنانين صار في ناس بتشتغل مثلا مهن بزنس وما بزنس كل شيء يعني مثل أي شعب تاني يعني بالعالم.